مرحبا متابعين قناة فلمون. اليوم راح نتكلم زي ما ذكرنا سابقا عن الكوكني اكسنت. كوكني اكسنت هي اللهجة المشهورة في لندن، وتعتبر واحدة من أهم اللهجات الموجودة في بريطانيا. فكثير من الأشخاص لما يذهب إلى بريطانيا يلاحظ أنه في اختلافات كثير ما تعلمه في المدرسة وما يكون في الشارع، وهذه أول الاختلافات هو the silent H. silent H أهل لندن they don't speak or they don't pronounce the H sound at the beginning. So في البداية إنه ما ينطقون حرف ال H، فيكون دائما صامت مثل happy and some، ما يقول ha handsome زي the American accent. and some happy hope جميل. مين في لهجة الكوكني اكسنت؟ ذكرنا ان الكوكني اكسنت هي لهجة مدينة لندن في بريطانيا. ايضا زي ما ذكرنا في السابق انه الـ H sound اذا بدأت في اول كلمة لا ينطق، مثل قلنا handsome، كلمة handsome وسيم يقولون handsome sound، فينطق الحرف الذي بعده. بعد ذلك راح نتكلم عن glottal stops. الجلوتال ستوبس هي الوقفات، وقفات في حرف الأه ساوند، زي ما يعني عندنا باللغة العربية هو عبارة عن الهمزة. جميل، فتلاحظ انه حرف التاء ساوند يقوم، التاء ساوند يقوم بنطقه بأه ساوند، مثل بقل، بقل اوف ووتر. تمام، ساوند. بين قناة فلمون ما زلنا مستمرين في أهم لهجة موجودة في بريطانيا وهي الكوكني أكسنت. وهذه اللهجة تعتبر تسوي للأشخاص كونفيوز لما يتعلم بالمدرسة، ولما يروح لبريطانيا يكتشف نفسه إنه في فروقات كبيرة. من ضمن هذه الفروقات إنه حرف ال L change to W sound after a vowel. So if L appears at the end of the syllable, it's pronounced like W sound. إذا انتهى أو وجد حرف ال L في نهاية ال syllable أو في بدايته ينطق W sound، مثل always always always. Fall ما يقول fall، bow ما يقول battle. So the L sound changed to what sound. تمام، foe foe. بعد في المون ما زلنا مستمرين في الكوكني اكسنت، وراح نتكلم عن الفروقات والرقم أربعة في اللهجة الكوكني اكسنت. that sound that becomes that or that sound. إذا that تتحول إلى tha or tha. شو معنى الكلام؟ معناتها لما يجي يقول لك thank you أو thanks يقول thanks thanks brava. تمام، فتلاحظ أن that sound يتحول إلى tha، فأنت كمستمع تقول إيش قاعد يصير. فهذه واحدة من إشكاليات، فيجب أن تعرف أن thanks راح تتحول إلى tha sound وتقول thanks brava. تمام، هذه متابعين قناة فلمون يعطيكم رب العافية. ما زلنا مستمرين في الفروقات في اللهجة الكوكني اكسنت، وزي ما ذكرنا في السابق أن الكوكني اكسنت هي لهجة مدينة لندن وما زالت منتشرة، وهي تعتبر واحدة من أهم اللهجات في بريطانيا. الفرق رقم خمسة يختلف أنه لما نتكلم في كلمة مثل يقول relaxing جا ساوند، فتلاحظ أن الـING ينطق جا ساوند، إن نون بالأخير جا ساوند. بالمقابل في الكوكني أكسنت لا يمكن أن تنطق فتقول ريلاكسن ن ساوند ن. So the NG sound is replaced with the نون sound. تمام، فهنا واحد من أهم الفروقات. فمثل كلمة nothing. تمام.